الكنيسة العربية بشمال فيرجينيا تدعوكم لحضور مؤتمرها السنوي 25 في الفترة من 4-7 يوليو 2013. وسوف يستخدم الرب الأخ إيليا كرولوس والقس يونسان بولس مع المرنم أيمن كفروني، كما يوجد مؤتمر في نفس التوقيت للشباب الناطقين بالإنجليزية. المكان Best Western Inn and Suites Middletown بنسلفانيا. للاستعلام برجاء الاتصال بالقس سامح نجيب على رقم 703-870-6402.